شيئا عن بريانا شوبرا. ولدت الممثلة الهندية بوريانا في 18 يوليو عام 1982. كان والديها أطباء في الجيش الهندي، مما جعلهما دائمي التنقل. كان والدها هندوسيا، وكانت والدتها جهار خاند، وكان جدتها مسيحية. أما جدتها الأخرى فكانت عضو سابق في الجمعية التشريعية في بيهار. دائما ما نسأل عن ديانات الممثلين المشهورين الذين نحبهم، ونتساءل هل هي مسلمة أم لها ديانة أخرى، ودائما نحتار في الممثلات الهنديات لأنهم يتميزون بكثرة الأديان والطوائف. فالفنانة كان زوجها مسيحي، إلا أنها كانت هندوسية بنجابية. زوجها هو الممثل والمغني الأمريكي وكاتب الأغاني نيك جوناس، اسمه الحقيقي نيكولاس جيري. ولد في 16 من شهر سبتمبر عام 1992، وولد في دالاس بولاية تكساس. تزوج في الأول من شهر ديسمبر عام 2018. أما رحلتها مع التمثيل فقد بدأت بعد أن فازت بلقب ملكة جمال العالم، حيث انهالت عليها العروض السينمائية. فقد كانت غير مدربة على التمثيل، وكانت تجد صعوبة بالغة للتدريب ودراسة العروض السينمائية، ولكنها بعد ذلك خطت أول تجربة لها في فيلم ثميزان، والتي جسدت فيه شخصية برية، وشاركها البطولة الممثل الهندي في جايتا دور. وكان ثاني أعمالها فيلم ذا هيرو Love Story of Spy، وقامت فيه بتجسيد شخصية الدكتورة شاهين، وشاركها البطولة الممثل الهندي ساني ديول والممثلة بريتي زيانتا. في عام 2004 قامت ببطولة فيلم كيسمان، وشاركها البطولة الممثل بوبي ديول. وفي عام 2005 قامت ببطولة فيلم The Race Against Time مع النجم أميتاب باتشيبان والنجم أشكاي كومار، وقد كان الفيلم درامي في أحداثه. وفي عام 2006 قامت ببطولة كريش، وهو فيلم أكشن رومانسي. أما في عام 2007 قامت ببطولة بيج براذر مع النجم سوني ديول والممثلة القديرة فريدة جلال والممثل عمران خان، وهو فيلم إثارة حراقي تم إصداره في عام 2007. في عام 2008 قامت ببطولة Love Story 2050، وقدمت شخصية ثناء التي كانت تريد الرجوع بالزمن للمدينة التي ولدت فيها في مومباي بالهند، حيث كانت في السابق تعيش في استراليا. أما في عام 2009 قدمت فيلم كاميني، وقامت بأداء دور سويتي، وشاركها البطولة النجم شاهيد كابور. وفي عام 2010 قامت ببطولة بيير إمباسيبل، وجسدت شخصية إليشا، وشاركها البطولة الممثل أوداي شبرا. وفي عام 2011 قامت ببطولة فيلم سات خون ماف، وهو فيلم إثارة درامية. في عام 2013 قدمت بطولة فيلم ديوان ميندوينا، وجسدت فيه دور باريا، وشاركها البطولة الممثل جيوفاندا. وفي عام 2014 قامت ببطولة فيلم جاندي. أما في عام 2015 قامت ببطولة فيلم دلتا خاندو. ما لا يعرفه الكثيرين عن بريانا شوبرا أنها عاشت فترة مراهقتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مما عرضها للتنمر في بعض الأحيان لأن لون بشرتها كان غامق وفي ساقها بعض البقع البيضاء، وعلقت على ذلك قائلة: كنت طفلة خرقاء ولكني جادة في العمل، والآن أصبحت ساقي تنافس 12 علامة تجارية، مما جعلني فخورة بنفسي. تتمتع بريانا شوبرا بصوت جميل، وكان والدها يشجعها على الغناء، وكان أول تسجيل غنائي لها في فيلم تيميزان عام 2000، وغنت أيضا في فيلمها عام 2005، كما غنت أيضا في فيلمها ماريو كوم عام 2014. كان لها عمودا في الصحيفة الهندية الرسمية هندوستان، اسمه عمود بريانا شوبرا، وكانت تتحدث فيه عن حياتها، والتي لم تكن تتوقع أبدا أن تحكي عن مكنون مشاعرها، كما ذكرت وناقشت في العمود خاصتها عدة مشاكل تقابل المجتمع.
ظهرت بريانا في عدة مناسبات لدعم الجمعيات الخيرية، فهي ضد قتل الأجنة وضد منع الفتيات من التعليم، وأيضا هي ممن تبرعوا لضحايا التسونامي.